أهلا بكم متابعين قناة مصر الآن. المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتحي في المعسكر، وإليكم تفاصيل الخبر. حرص الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري واللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي خلال تواجدهم في المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي كينيا والنيجر في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون. أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاده 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في مدينة بنها في 10 من نوفمبر عام 1984، وأحضر الجهاز الفني للفراعنة تورتة عليها صورة الجوكر واسمه للاحتفال بعيد ميلاده. الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروي من خلال فريق الناشئين في نادي بنها الرياضي، إلا أن بداياته الحقيقية كانت في عام 2000 بعد أن انضم للنادي الإسماعيلي الذي استمر في اللعب معه نحو 7 سنوات قبل أن يحترف في شيفيلد يونايتد ليعود إلى مصر عبر بوابات النادي الأهلي. وانضم فتحي للمنتخب الوطني الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عاما وشارك مع المنتخب المصري للشباب في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات وساهم في صعود المنتخب الوطني إلى دور 16. وفي نهاية الفيديو لو بتعجبك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد.